خلاني خبر انا خلاني اياها هاي صح فطوركم اي فطرك بالوقت صح فطوركم صح عيدكم السلام عليكم احنا بن خير وصلنا معكم طارق من قصر تينو جينا اليوم مع افطار ترحبوا بنا الله يبارك ما شاء الله يا ان شاء الله اجر عظيم ان شاء الله اليوم والحمد لله وصحة عيدكم خاوتي عاشك الله يرحمك السلام على رسول الله هذا اخويا رفيق احنا رانا واقفين هنا في الطريق عبر السبيل نوقفوا خوتنا المسافرين اللي جاوا من كل مكان باش يكون مكان مريح ياكل ان شاء الله وفي جو من الاخوه وجو من الموده ونشكر سكان مدينه عين بلال اللي هما المحسنين اللي كانوا سبب في هذا الخير وهذا الخير اللي راح يعود للجزائر جميع قاطبه مدينه عين بلال ان شاء الله جميعا وبارك الله فيكم والسلام عليكم وعيدكم مبارك للجميع السلام عليكم صح عايشك صح